وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين كما سلف معنا في قضاء الله عز وجل. فالقسم الأول إرادة كونية قدرية، بمعنى أن ما أراده جل وعلا وما شاءه فإنه يقع سواء كان خيرا أم شرا، لكن الشر لا يخلقه جل وعلا لذاته، وإنما يخلقه لحكمة ولخيرية يعلمها عز وجل. ولذا يقول العلماء إن الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. فإذا صلى العبد فهذا حاصل بإرادته الكونية القدرية، وإذا عصى العبد فإن معصيته حاصلة بإرادته جل وعلا الكونية القدرية. لا يقع شيء ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته عز وجل. النوع الثاني من أنواع الإرادة الإرادة الشرعية الدينية، ولا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. فأراد منك جل وعلا أن تصلي، أراد من عباده أن يصوموا، فمن لم يصم فقد أراد عز وجل به إرادة كونية قدرية. لكن لو أنه جل وعلا أعان هذا العبد فصلى وصام فحصلت الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الكونية القدرية يلزم منها الوقوع، فما أراده الله قدرا وكونا يقع محبوب له أو لم يكن محبوبا. وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع، وتجتمع الإرادتان في المؤمن المطيع. فإذا صلى وصام فقد أراد منه جل وعلا الإرادة الشرعية الدينية، وهو لم يصلي من تلقاء نفسه، إنما صلى بإرادته جل وعلا الكونية القدرية، فأعانه على هذا العمل.